هذه رسالة الأخ المحترم مدير جريدة الأخبار نيني. أنا كنموت على المغرب، أنا كنموت على محمد السادس ملكنا الوحيد، وإلا وصلت لودني كنيني عدها وكلها ومدغها. وانت يا نيني ما خصكش تدير عليها كاريكاتور، أنا ماشي موظف عمومي، أنا ماشي برلماني ولا هادي ولا كنتخلص من الدولة، أنا كنمشي بمالي الخاص وها وجهي. أنا طبيت رزقي على الكرة من السبعينات وأنا كنشجع الفريق الوطني، ودابا يا نيني ما خصكش تبدا تكتب عليا في الفيسبوك، راه عقنا بك. أنت اللي كتكتب في الفيسبوك عليا كتقول قواص، على كاين شي معنى قواص وأنت صحفي واعي ومثقف وإنسان كان عندك احترام من عندي، ولكن ملي كتبتي عليا ودرتي عليا كاريكاتور الجمهور جابوا للكرة. أنا كنهز الراية الوطنية وكنموت على المغرب وكنموت على الملك، وإلا وصلتي لودنك وعضها ومدغها. وشكرا يا الأخ نيني، وأنا مع احتراماتي لك، تحية دير عليا كاريكاتور. وحنا ديما عاش الملك ونهزوا التصويرة ديال الملك، ما كيعطينا حد ما كنعطوا لحد وجهنا، واللي قال شي حاجه وجهي. والملك كنبغوه من صغرنا وكنموتوا كما ثورة الملك والشعب اللي سيدنا كنموتوا عليه. باش تمسني انا بالكاريكاتير راك ما مسيتينيش، انا كتمس بحاجه اخرى، راه عقنا بك. ودابا مع احتراماتي ليك وشكرا على اخ مدير جريده الاخبار.